ثلاث نقاط مهمة. أنا أعتقد أنه يمكن كسب الهلال في يعني الأهم في هذه المباراة، أيضا حتى الأخطاء اللي حدثت واللي ذكرتها لك، اللي هي مستوى حتى البدلاء، الحال الدفاع الهلالي، أنا أعتقد أنها فرصة كانت يعني جيدة أمام جيسوس لمعالجة يمكن بعض الأخطاء، بعض الأمور يمكن الدفاعية، يعني ينتظره مواجهات عديدة، ضغط مباريات كبير، ومواجهات بالتأكيد أنها أقوى من هذه المواجهة بمراحل. اليوم شفنا لودي، طبعا اللاعب كان عليه في البدايات أنه حكم على الصفقة بأنها ليست وفق الطموح وأنها ليست ما ينتظره الهلال، له أربع مباريات ما بين الصناعة وكذلك التسجيل، وكأن اللاعب بدأ يأخذ الانسجام مع الفريق حتى أصبح جبهة لوحده. شوف لودي يعني ما تم اختياره عبثا، يعني هو كان اسم قبل اختياره، لم يختر يعني لاعب مثلا مغمور، لاعب لم يخضع لتجارب يعني جيدة، لا كان سيفي، يعني سيفي اللاعب قوي قبل حضور الهلال. تفاجأ الجميع في المستويات اللي كان يقدمها لودي مع الهلال في الموسم الماضي، و يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا، حتى أنه يمكن أغضب العديد من الجماهير الهلال. لودي يعود أيضا لمفاجأة الهلاليين، يعني حقيقة الجميع بعد المستويات والفترة الطويلة اللي قضاها مع الهلال ما كان يتوقع أنه مثلا ممكن يظهر بهذا المستوى، لكن يعني خلينا نقول أو نهنئ. لا، ومباراتين من العيار الثقيل، يعني أحترم اليوم فريق الخلود لكن أتكلم عن الريان والاتحاد. الاتحاد طبعا إيه، لكن أنا أقول أنه خلينا يعني هذا يعطينا درس أنه فعلا تترك الأمور لأصحابها، أنك تخلي الأمر فعلا لقائد الدفة. شفنا هجوم كبير جدا على جيسوس، صح، عندما يعني أبقى على لودي واستبعد نيمار عن القائمة، رغم أنه هو أكثر دراية، يعني ما فيه يعني مدرب أنه لا يبحث عن النجاح ولا يبحث عن كل الأسلحة التي يرى أنها ممكن تصنع لها الانتصار.